وفاة الفقيه نافع بن جبير بن مطعم. كان من خيار الناس يحج ماشية وناقته تقاد، ويعد من فصحاء قريش هو وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك. روى عن العباس والزبير وعائشة وجرير وعلي والمغيرة وأبي هريرة ورافع بن خديج وابن عباس وغيرهم. توفي ودفن بالمدينة. وفي مثل هذا اليوم من عام 332 للهجرة الموافق لعام 44 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات بمكة المكرمة. علم حجاج البيت الحرام من إخوتهم في الجزيرة الفراتية أن الروم اجتاحوا بلدة رأس العين ونواحيها، فسبوا من أهلها 3000 نفس، وكان على رأس جيش الروم الدمستق ومعه 80,000 مقاتل.